بنت. أكنتم تعرفون أن لعبة Honor of Kings لديها مسلسل أنيمي أو أنيميشن كامل؟ أنا لم أكن أعرف حتى أرسلني بعضكم وأخبروني. Honor of Kings Chapter of Glory، هذا هو اسمه، وفيه 4 حلقات حتى الآن على ما يبدو، لكن للأسف هي كلها باللغة الصينية فقط حاليا. أنتم تقولون لي أن لعبة عملاقة لديها مسلسل كامل قامت بعمل سبونسر لي أنا؟ قد استروجنيتم جيمين الصغيرة البيبي هذا؟ القطرة في بحر اليوتيوب؟ واو، كم أنا محظوظ. سنتحدث عن المسلسل أكثر في وقت لاحق، لأنه في فيديو اليوم سنلقي نظرة سريعة على الجيم بلاي في Honor of Kings والاختلافات بينها وبين ألعاب أخرى مشابهة لها مثل Mobile Legends أو Wild Rift. وإن أردت تجاوز أو القفز إلى أي جزء معين يهمك في فيديو اليوم سيكون مقسما بالوقت، والتايم ستامبس ستكون في خانة الوصف بالأسفل. لأكون صريحا معكم، أنا لم ألعب موبايل ليجندز من قبل أبدا، لكنني سمعت أنها قريبة جدا من Wild Rift، ستكون Wild Rift هي مرجعية لليوم. سأترك الجيم بلاي الخاص بـ Honor of Kings في الخلفية بينما أنا أتحدث. لم ألحظ فروقات كبيرة بين Honor of Kings وباقي الألعاب المشابهة لها، كل شيء سلس ويشتغل كما يجب. ولمن يتساءل كيف تمكنت أنا من لعب اللعبة قبل إطلاقها رسميا، باختصار تم منحي VIP تصريح دخول حصري قبل الجميع لتجربتها. لكن حدث معي مشكل ولم أتمكن من متابعة اللعب، لذلك سنتحدث عن تجربتي أكثر في الأسبوع القادم. أوكي، بما أن اللعبة ستكون متوفرة ومدعومة في العالم العربي بشكل كامل، سيكون فيها بطبيعة الحال سيرفرات موزعة في كامل منطقة المينا ميدل إيست نورث أفريكا، أي بالعربية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان بينج منخفض وسلاسة في اللعب، والذي هو أمر جدا جدا ممتاز. لأنه لو لعبت على الأقل أي لعبة تنافسية في حياتك سواء على البي سي أو على الموبايل سوف تفهم وتعرف أهمية البينج المنخفض والفرق الذي يحدثه. توعدت أيضا لعبة Honor of Kings بالتركيز على نظام إيجاد الماتشات أو الجولات الماتش ميكين سيستم، ليضعك دائما في جيمز مع الناس من نفس مستواك أو قريبين جدا منه، لتكون كل الجيمز عادلة وممتعة. لأنه لو كنت جديدا في اللعبة وواجهت ناسا خبيرة كيف نقول معرقة سويتي من اليوم الأول، سوف تمضي كل الجيم وأنت ميت وستكره اللعبة من اليوم الأول. لازلت أنا أتذكر هذا الشعور من أيامي الأولى في League of Legends. توجد وردة، نبتة، عصير، طاقة، Energy Dew، شيء هنا خلف القلعة الخارجية يعطيك هيل، هيلث، كيوت، مفيد، نايس. لم ألعب اللعبة كثيرا، لذلك لا أعرف الكثير عن البالانس أو توازن القوة في الجيم. هل توجد شخصية ضعيفة جدا جدا وأخرى OP قوية جدا جدا؟ الجرافيكس أو جودة الرسوميات في اللعبة جيدة جدا وفي المستوى مع باقي الألعاب الأخرى في السوق. ألوان الخارطة ليست حادة وليست مشتتة للانتباه، وسهل جدا رؤية كل ما يجري أمامك. وكذلك لا ننسى أكيد كما قلنا في المرة الماضية أن Honor of Kings خصصوا ميزانية وجوائز بقيمة 15 مليون دولار للرياضة الإلكترونية للعبة في هذه السنة. لن أكثر عليكم أكثر من هذا اليوم، سنتحدث عن اللعبة ونلعبها في فيديو وكل شيء وكذا كذا في الأسبوعين القادمين، لكن إلى ذلك الحين اتركوا لايك وسبسكرايب يعني إن أردتم، وتفضلوا إلى قناتي وألقوا نظرة على الفيديوهات والستريمات اللايف ستريمز التي هناك. قد ألعب قريبا لعبة Poppy Playtime Chapter 3 and yeah see ya.